بخصوص موضوع أراضي الجمعة. الممثل ديال قبيلة الحارة اللي هي في خضام القلموز كيقول باللي حنا ما عندناش الحق في هذا المركز، حنا بحقنا وبوثائقنا عندنا الحق نبو هنا، وما عند حتى شي واحد ويلا بيقصي قصي راسه ويقصي دواره، ما يقصيناش حنا. حنا سلاليين وحنا من ذوي الحقوق، وحنا ما عمرنا قصينا شي واحد هنا. القرارات اللي درنا بالإذن ديال السيد القائد راه القرارات تعموا جميع الساكنة، ما قصينا حتى شي واحد. وحنا والهيئة راه تنطعنوا فيها قبل ما يجي هذا القائد، قبل ما يجي هذا السيد القائد راه كان ذاك القائد الأول اقترح علينا وما قبلناهاش، وكاينين تعرضات وكاين وثائق تدل على هذا الشيء. كفي عقال، حنا سلاليين، حنا الناس سلاليين وعندنا الحق، وعندي قرار انا ديال البقعة، وكيفاش بن الرئيس حصل على قرار ماشي هو سلالي ماشي هو من ذوي الحقوق، كيفاش يعقل انه هو حصل على قرار وفي عمره 18 سنة والناس اللي طلعوا من 72 ما حصلوش على قرارات وما عندهمش القرارات، وكيفاش يعقل؟ انا كنطلب تفسير في هذا الشيء وتنطلب تحقيق في هذا الشيء باش يقول لي ان بن الرئيس حصل على هذا القرار، والقرار حنا عندنا وعندنا وكاين في عطاها اللجنه القديمه اللي عطتنا القرار عطاته الوالد، والناس اللي تيقولوا راه باقيين جوج في الوكاله ديال المتوكل حيين معانا، كل شيء مات وباقيين جوج الناس يقولوا بانهما ما عمرهم عطاو شي قرار لابن الرئيس باش غادي ياخذ هاد سميتو، ما عمرهم عطاهم شي قرار، والقرار كيفاش يعقل انه هو حصل عليه ابن الرئيس. وثانيا تيقول هذاك السي تيقول هذاك الممثل انه هو ما عندوش الحق في اللسان، فعلا ما عندوش الحق، قصى راسو راه ما عندوش الحق، ما عندوش الحق، الوثائق ديالو ما عنده لا حدود لا هذه لا هذه، راه ما عندوش الحق، ما عندوش الحق في سميتو. ملي تيقول ما عندوش الحق، علاش بيع الدار ديالو للرئيس؟ علاش يبيع ارض الجمع؟ ارض الجمع ما كتباعش ما كتشرى، علاش بيعها للرئيس؟ ها علاش بيع؟ وكان من بيع دار اخرى بلا ما ندخل الاسم ديالو كاين، وانا كنطلب تحقيق، تنطلب تحقيق باش يجيو الناس نفسروا لهم هذا الشيء، كيفاش يعقل انه هو ما عندوش الحق وبيع الدار لابن الرئيس؟ وهذا ابن الرئيس هذا هو فعلا تيدير رئيس قرويه تيدلسان، وكيفاش هو غادي يستغل الخدمه ديالو باش يدير لي انا البقعه ديالي؟ ما يمكنش. وحنا انا كنسكر فعلا داخلي القضاة، وانا كنشكر القضاة من طنجة للقويره انه احنا في دولة الحق والقانون. ها الا كان الحق ديالي غادي يعطيوه ليا، ولا كيفاش هذا السيد غادي يعطيوه الحق ديالو؟ ماشي هو ماشي سلالي ماشي مدير له حقه. وعاش الملك اللي قال انه هو اراضي السلاليه تقليد ديالها على مالها، هما اللي عارفين الارض ديالهم، حتى انا وكذلك قلنا احنا الارض ديالنا احنا اللي عارفينها مع جدودنا وسميتو، كيفاش هذا ابن الرئيس حصل على هذا القرار؟ وشكرا. مشيت عنده سناو ديال اللجنه سناو ديال القبيله، هو ما بغاش، وديجا طرعدا ودخل عليا الماء، مشيت طلعت عنده تيدير لي شي حل، قال لي ما نستقدرت لك والو، قلت له واه ما بيستقدرت لي والو انا غادي نبني، ولادي بطح لي عليهم الدار، وكلها قلت لي فين كاري وكلها وفين كاين وولادهم، وما عندي فين نمشي. هذيك الدويرة عطاها لي هي المخزن، ما عندي ما ديالت القطار ما ديالت المخزن، هي داك الدراوش دار الدراوش، ودخلت ليها وسكنت فيها بولادي، باقي ليا صغار وكلشي، ما عندي باش ندير حتى حاجه، وباقيه لا نضرب، ما كان فين نخرج الواد الحار، ما كان فين نخرج حتى حاجه، ما فيها لا واد الحار لا والو، لا ما كان هنا، محدوره الدار، ما كان نخرجوا. هادي ديال المخزن؟ لا هي داك هي الدراوش اللي عطاها لنا. عطاها لك الدراوش؟ عطاها ليا هي، حيت قال لك انا ما سقدت لك شيء، قلت لي علاه؟ حتى ما سقدت. سناو ليا القبيلة وسنات ليا اللجنة، وانت ما بغيت تسني ليا انا غادي نمشي نبني، قال لي انا بنيتي ندير لك محضر ونجي نخلي لك، قلت ليه تعالى ونهوى العمالة، قال لي سيري، قلت ليه علاه قلت ليه حتى ما بغيت دير لنا الحل، لا ساعدة القيد الله يجازيك بالخير، بلاد فيها التعرض، قلت لي انا ما تعرض عليش حد، ما عندي حتى شي حق غير هذيك البقيعة اللي عطيني القيد اللي فات. وجلسنا وعاودنا الحبيبه، راه جلسنا وعاودنا، راه حتى واحد ما بغى القايد دابا زوك اللي راه قال لك ما بغاش يسني، ما ها القبيله ديالنا ها الجنه ديالنا ها هي كلشي موافق وكلشي كاين، ولكن هذا القايد قال لك ما بغاش يسني، نشوفوا مناش علاش ما بغى يسني للناس، والرد ديالنا والمخزن اللي طلعنا والمالك الله ينصرو هو اللي طلعنا للبراج، دارينا البراج وطلعنا هنا كاينه الحقوق عندنا هنا،
ونرد ديالنا هادي، ما عندنا فين نمشيو، وما استفدا حتى شي بلا، ما عمرني استفدت كاع انا، لا في كوري حاشاك ولا في شي، ما عمرني استفدت. واحد الدويره فاش كبرت كامله بربعه د الولاد بولادهم، كلشي معايا، اش اللي ما معايا؟ يعطيني المخدم واحد المراقب يجي يراقب لي الدار، ويجي يطالع عليها يشوف كي دايره بعدا، عادي يحبسني.